فريناسا، الفنان الجزائري الذي ملك قلوب الكثيرين بروائعه الفنية، فصاحب أغنية نزل ضيفا على النشرة الثقافية للشروق نيوز، فكانت فرصته للكشف عن العديد من الأمور، من بينها وقوفه مع الشارع الجزائري الذي كان مقاطعا للحفلات. ولو كان فاميلتي تقول يقولوا لي ما تغنيش، الله يبارك. ميم فلارمي كاين فن، انا مش شعب نكي سقوق ذوذ. الكثير شكك لقاء القبائل تكفاريناس مع الراحل مايكل جاكسون، إلا أن صاحب الحركات المميزة كشف لأول مرة حكايته مع جاكسون. شفت مايكل جاكسون في لافريك دي سود. جميل. شفته في 2000 سبتمبر. 4 سبتمبر 2000. هضرت له على المشروع هذا، على البروجي هذا، باش نديروا إن شانسون. نهار اللي رحت ليه لقيته عنده مشاكل كبار، جوج خطرات رحت عنده مشاكل كبار، الله عالم. بعد حفله بوهران، تكفاريناس يضرب لجمهوره موعدا آخر، موعد يحمل العديد من الرسائل الفنية. غدوة إن شاء الله نعرض ديريون، يعني إخواني وخواتي يجيوا للإسبلاناد نتاع رياض الفتح 9 تاع العشية. فتكفاريناس سيلهب الركح بأغانيها، كونوا في الموعد. واسنقارا زكا بالصح بالصح، واغت صح النوبة بالصح بالصح، ميت فتا ترنتا بالصح بالصح، ونروحي تمرتا بالصح بالصح.